خمس سنوات والمشكلة باقية، جفاف وهجرة، لتكون السمة البارزة في قضاء سيد دخيل انعدام المياه. عشرات العائلات هاجرت للبحث عن سر الحياة ولا حلول حقيقية بحسب الأهالي. ما يقارب 10 قرى نعاني من شحة المياه، وناشدنا رئيس الوزراء وناشدنا كل الجهات المعنية وما حصلنا أي استجابة، والآن العشيرة بأكملها ما يقارب الثلث من العشيرة قد هاجر إلى المدن وإلى التجاوزات وإلى الأمور الأخرى، وإحنا نعاني ونناشد باسم الإنسانية وباسم الحسين أن يشوفونا حل ويشوفونا صرفة لهاي العالم اللي جاي تعاني وجاي تشوف الويلات. خرية طالب الجمعة قرى على زير جميعا جاي نعاني من شحة المياه منذ 4 سنوات. المياه مال شط الكسر متين معتين، مياه جفت من 4 سنوات. الدناكير الناس المنطقة الثانية هسه متسومة نصين، نص تترس بستوتات ونص يجيها الدناكير وجاي تعاني. حكومة ذي قار المحلية أكدت وضع خطة تهدف إلى إنهاء أزمة مياه الشرب في مناطق شرقي الناصرية من خلال نصب مضخات بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية وكر الأنهر الواصلة إليها، وبانتظار إحالة مشروع عملاق بتكلفة تبلغ 35 مليار دينار لإنهاء أزمة المياه هناك. بدينا بحلول وبدينا بمعالجات بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية. مثلا عندنا مناطق سيد دخيل اليوم اللي هي تشهد يعني شحة شديدة، باشرنا بالحلول وطلبنا من الوزارة أن تبحث بحلول عاجلة لهذه المناطق. والآن طبعا نصبنا مضخات وكذلك عملنا على كري الأنهر في سبيل إيصال المياه الشرب إلى هذه المناطق، وأيضا هنالك مشروع من قبل رئاسة الوزراء ب 35 مليار. خلية أزمة شكلت ولجان تحقيقية وصلت، ولم يتوقف الجفاف هنا في سيد دخيل، وتوجيهات الحكومة المركزية طبعت على الورق، فالأهالي ينتظرون تطبيقها على الأرض علها تنقذ ما تبقى هنا. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة.